بتعليمات ملكية سامية وصلت إلى الأراضي الفلسطينية طائرات عسكرية مغربية تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وذكر موفد ميديا أن تي في نوفل العواملة إلى الأراضي الفلسطينية أن المساعدات المغربية تشمل أزيد من 40 طن من المواد الغذائية الأساسية للتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. توضيحات أكثر نتابعها مع موفد ميديا أن تي في نوفل العواملة. إذا مشاهدينا الكرام، بعد رحلة استمرت لثماني ساعات من المملكة المغربية تحديدا من القاعدة الجوية الثالثة بمدينة القنيطرة، الجسر الجوي المغربي المكون من 4 طائرات يصل إلى الأراضي الفلسطينية من أجل تقديم المساعدة إلى قطاع غزة، إلى الساكنة هناك والذين يعانون الأمرين منذ 6 أشهر بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع. المعونات المغربية بتعليمات ملكية سامية تم إقامة جسر جوي بين المملكة المغربية من أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني تحديدا لساكنة قطاع غزة. المساعدات الإنسانية هي عبارة عن مواد غذائية مختلفة بأنواع متنوعة ستقدم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل إغاثتهم في هذه الفترة الحرجة، خاصة أن هذه المساعدات تأتي في وقت حرج يتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، والكل يعلم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيش على واقع القطاع والذي يعني تدخله بعض الشاحنات يوميا من مساعدات إغاثة تأتي أغلبها عبر معبر رفح المصري، وأيضا مساعدات تلقى من الجو عبر مساندات تقدم من دول عربية وأيضا أجنبية. على العموم 4 طائرات حطت الرحال هنا، المساعدات كما تشاهدون معي يعني بتنسيق أكيد مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أكثر من 46 طنا من المساعدات وصلت وستقدم بحول الله إلى ساكنة قطاع غزة عبر أحد المعابر سيتم تحديده في وقت لاحق. اليوم رحلات متتالية، كانت الطائرة الأولى تقريبا وصلت بالتوقيت المحلي في تمام 7:30، وكان بعد ذلك وصول الطائرات تواليا التي حطت الرحال هنا وعلى متنها مساعدات كما قلنا من مواد غذائية ستقدم في وقت لاحق للأشقاء الفلسطينيين في مواصلة لمسيرة مغربية لطالما كانت مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء وأيضا في المواقف الإنسانية وفقا لتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. ونعلم أيضا أن هناك في الأراضي الفلسطينية عمل ميداني على مستوى وكالة بيت مال القدس على مستوى القدس رام الله والمدن الفلسطينية الأخرى. اليوم مساعدات أخرى بعد جسر جوي آخر كان قد انطلق قبل أشهر سابقة باتجاه قطاع غزة، اليوم تتكرر المساعدات المغربية ولكنها تأتي أيضا في وقت حرج وحرج للغاية، لأننا نعلم بأن هناك جوع عطش وخصاص كبير جدا في المواد الغذائية. كما تتابعون معي في الصورة هناك مواد غذائية مختلفة من تمور ومياه معدنية بالإضافة إلى معلبات تحتوي على الخضار والفواكه وأمور أخرى منها الحليب والتمور، وهي كلها فيها أيضا بعض المنتجات المخصصة للأطفال، ونحن نعلم مدى معاناة الأطفال وكم من الأطفال قضوا بسبب الحصار وأيضا الجوع والنقص الكبير في عدد المساعدات التي لم يتم إدخالها إلى قطاع غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، ما اضطر عدد من الدول إلى القيام بإنزال جوي. ولكننا اليوم أمام حدث غير مسبوق، أن يكون هناك جسر جوي مغربي من القوات المسلحة الملكية من طائرات التابعة للقوات المسلحة الملكية والتي وصلت وعددها 4 كما نشاهد في صباح هذا اليوم الباكر، بانتظار بإذن الله أن يتم إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر أحد المعابر، وقد يكون إما معبر إيريز أو حتى معبر كرم أبو سالم. سنتابع وإياكم بالتأكيد هذه الخطوة المغربية التي دائما وأبدا ما تؤكد الأيادي البيضاء للمملكة المغربية في وقوفها مع الشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الحرجة، والكل يعلم بأننا نعيش على وقع الشهر السادس من الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي كما يقال لم تبقي ولم تذر، ولكن أيضا خلقت مأساة إنسانية لأكثر من 2 مليون شخص، خاصة أولئك الذين يعانون الأمرين اليوم سواء تعلق الأمر بشمال قطاع غزة أو حتى بجنوبه. فلهذه المساعدات نتوقع بإذن الله أن يكون مفعول السحر وأن يكون أيضا يعني تخفيف من المعاناة التي يعيش على وقعها الشعب الفلسطيني. نوفل العوام، عبد الصمد المنتصر، ميديا أن تي في من الأراضي الفلسطينية.